السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو ده إن شاء الله هنتكلم عن what is programming أو إيه هي البرمجة. A computer program، لو حد قالك أنا عامل برنامج على الكمبيوتر، إيه عبارة عن إيه الكمبيوتر program ده؟ بيقولك بقى إيه، any program is a set of instructions. أي program أنت بتلاقيه بتشتغل عليه على الكمبيوتر بتاعك، على الموبايل، تابلت، whatever، هو عبارة عن مجموعة من الأوامر. بمعنى كمثال، مثلا عندك الويندوز ميديا بلاير بتاعك اللي انت ممكن تشغل عليه اي حاجة، ده عبارة عن مجموعة من الاوامر. عندك كل البرامج بتاعت مايكروسوفت اوفيس، ده برضو عبارة عن مجموعة من الاوامر بتطلع لنا شكل الايه، البرنامج اللي انت بتشتغل عليه في الاخر. مثال بسيط جدا، الكالكوليتر اللي انت بتلاقيه على الويندوز، برضو مجموعة من الاوامر بتجيب لنا الكالكوليتر دي اللي احنا ممكن نعرف نعمل عليها حسابات. فقيس على كده بقى اي برنامج انت اشتغلت عليه قبل كده، فوتوشوب، حتى الجيمز اللي انت تلعب عليها مثلا، حاجة عبارة برضو عن مجموعة من الأوامر بتتنفذ بتكون لك الحاجة اللي انت شغال عليها. تعالوا دلوقتي ناخد مثال حي عن أي أوامر انت ممكن فعلا تديها في الحقيقة. تخيل كده ان انت ساكن عند أولاد رجب مثلا، وواحد صاحبك جايلك من المترو. اوكي، انت ساكن هنا اهو عند أولاد رجب وصاحبك جايلك من المترو، وانت هدفك دلوقتي ان انت تحاول توصف الطريق لصاحبك ده. هل صاحبك هيعرف يروح لوحده؟ لا، مش هيعرف يروح لوحده، فانت لازم تديله اوامر هو يمشي ازاي عشان يعرف يوصلك. كمثال، اول حاجه مثلا هتقول له امشي قدام لحد اول ناصيه، بعد كده خش يمين من الناصيه دي وامشي لحد تالت ناصيه، بعد كده يعمل ايه، خش شمال لحد رابع ناصيه، بعد كده خش شمال لحد اول ناصيه على اليمين، بعد كده خش يمين لحد اول ناصيه على اليمين، بعد كده امشي على طول هتلاقيه في وشك. لما يوصل عند اولاد رجب بيبقى كده هو وصل للبيت. فانت اديته مجموعه من الاوامر، والاوامر دي هو، هل هو مثلا عاملهم نفذهم كلهم في نفس الوقت؟ لا، ده هو نفذ اول امر، وبعد كده نفذ تاني امر، بعد كده نفذ تالت امر، بعد كده نفذ رابع امر، بعد كده نفذ خامس امر، وهكذا لغايه لما وصل لسادس امر ووصل للبيت عندك، او وصل لاولاد رجب اللي هو يعني جنب البيت. اوكي، تخيل بقى معايا دلوقتي لو انا بدلت ترتيب امرين مع بعض، ايه اللي هيحصل؟ اولاد رجب اهو والمترو اهو، هتقول له امشي قدام لحد اول ناصيه زي الاوامر الاولانيه. هنا بقى هنعكس الامر التاني من الامر التالت، هتقول له خش شمال لحد رابع ناصيه، بعد كده خش يمين وامشي لحد تالت ناصيه. انت كده عكست الامر التاني والتالت. ايه اللي هيحصل بعد كده؟ هتقول له بقى البرنامج خش شمال لحد اول ناصيه على اليمين، خش يمين لحد اول ناصيه على اليمين، امشي على طول هتلاقيه في وشك. هل هو لقاه في وشه؟ لا طبعا، وصل في الاخر ديد اند او في المكان الغلط، وطبعا ايه هيشتمك بقى ويقول لك ايه حسبنا الله ونعم الوكيل فيك وهكذا. تعالوا بقى دلوقتي نتكلم عن حاجه اسمها البروجرامنج لانجويجز. تخيل دلوقتي لو انت معاك صاحبك ده اللي انت كنت بتديله التعليمات ده، ما كانش مصري، ده كان واحد الماني، هل هتعرف تقول له التعليمات دي باللغه دي؟ اكيد مش هفهم حاجه. طب لو كان صيني او ياباني او whatever الجنسيه بتاعته، طبعا ما بيتكلمش عربي فهو مش فاهم الكلام بتاعك. طب تخيل بقى دلوقتي ان انت عندك روبوت في البيت بتاعك، وانت قاعد مثلا في الاوضه بتاعتك عمال تتفرج على الفيديو ده، وموبايلك في الصاله، وانت عايز تجيب الموبايل من الصاله، فهل بقى هتقول للروبوت بالله عليك بقى يلا حماده روح جيب لي الموبايل؟ طبعا الروبوت مش هيبقى فاهم حاجه، فهل هتقول مثلا موف فورورد يعني امشي قدام، او موف باكورد امشي ورا، تن رايت لف يمين، تن ليفت لف شمال؟ هل برضه هيبقى مستوعب الحاجات دي؟ هل هيبقى مستوعب اللغه دي؟ اكيد طبعا برضه مش هيبقى فاهم حاجه. وعشان كده لجأنا للبروجرامينج لانجويجز او لغات البرمجه. لغات البرمجه عامه هي ليها تو بيربسز. اول بيربس انها تبقى كومن لانجويج ما بين الناس كلها مختلف الجنسيات. انت لو اتعلمت لغه برمجه معينه فهتعرف تقرا الكود او اللغه دي، الاوامر دي اللي كاتبها مثلا ايه، واحد مصري، واحد انجليزي، وات ايفر بقى الجنسيه بتاعتك كانت ايه، صيني، ياباني، هندي، اند سو اون. تاني حاجه، وانا هنا باوفر سمبليفاي، ببسط حاجه بشده فممكن تكونش دقيقه قوي، ان هي كومن لانجويج ما بين الانسان وما بين الآلة، أو اللي هي المشين اللي هي في الحالة بتاعتنا مثلا ممكن تبقى كمبيوتر، ممكن تبقى روبوت، ممكن تبقى موبايل. اوكي، دلوقتي تعالوا نتكلم بقى عن أمثلة لغات البرمجة. زي ما في مثلا احنا كبشر لينا لغات كتير، واحد بيتكلم انجلش، واحد بيتكلم عربي، واحد بيتكلم ياباني، واحد بيتكلم صيني، فلغات البرمجة برضو كتير. انا هستيت بس
بعض اللغات، وان شاء الله في الديسكريبشن هتلاقوا لينك لكل لغات البرمجة اللي اتعملت لحد وقتنا الحالي. ماشي، امثلة عندنا مثلا لغة زي السي، سي بلس بلس، سي شارب، جافا، بايثون، جافا سكريبت، ماتلاب، اوكتيف، دول كلهم لغات برمجة. تعال بقى دلوقتي نشوف مع بعض ايه طبيعة الأوامر الأساسية اللي انت ممكن تكتبها في البرمجة أو الـ Basic Fundamental Instructions. ممكن مثلا عندك مجموعة من الأرقام تعمل جمع طرح قسمة ضرب، أو اللي هي يعني الـ Basic Mathematical Operations، العمليات الرياضية الأساسية على الأرقام دي. لو انت حابب مثلا تظهر تكست معين للـ User زي مثلا Hello World، تعرف تعملها برضه في البرمجة. لو انت عايز تظهر مسج بوكس لليوزر او للمستخدم يعني وتقول له معلش، تقدر تعمل كده برضه. لو انت عايز تشوف اليوزر او المستخدم بتاع البرنامج بتاعك ده، هل هو داس على زرار السبيس ولا لا، you can do that also. جميل، تعالوا بقى دلوقتي نتكلم عن الستيتمنتس. ايه هي الستيتمنتس في البرمجة؟ الستيتمنتس في البرمجة هي عاملة زي الجمل اللي انت ممكن تقولها في الانجليزي. الجمل دي لازم يكون ليها grammar, structure و punctuation. punctuation اقصد بيها اللي هي الكوماز، سيمي كولون، فول ستوب، الحاجات الصغيرة اللي هي بتبين الكلام اوله لاخره فين، او بتربط الكلام ببعض، او بمعنى اخر السنتكس. الستيتمنتس دي بيبقى ليها سنتكس. السنتكس في الانجليش معناها ايه؟ هي عبارة عن ترتيب من الكلمات والجمل عشان تكون جملة مفهومة في اللغة. فكل لغات البرمجة بيبقى ليها برضو سينتكس. كل لغة زي ال C, C++, C Sharp, Java، اللغات اللي قلتها قبل كده، كل لغة بيبقى ليها السينتكس بتاعها. تعالوا دلوقتي نتكلم عن أول برنامج أنت عامة بتكتبه في أي لغة برمجة، ونشوف هو مكتوب ازاي. عندك مثلا C++ بيبقى مكتوب كده اهو، C Sharp، الجافا، البايثون. الأربع لغات برمجة دول والبروجرام اللي هو مكتوب فيهم في الآخر بيأدوا نفس البرنامج، ألا وهو هلو وورد. بيظهر هلو وورد لليوزر أو للمستخدم على الشاشة. عندنا بقى لغات تانية زي الماتلاب أو الأوكتيف، تكتب الأمر ده هيظهر لك هلو وورد. بيظهرها في شكل مختلف، مش بيظهرها على شكل الشاشة السوداء دي اللي هي بسميها التيرمينال أو الكونسول أبليكيشن، لأ، بتظهر على حاجة اسمها الكوماند ويندو، زي ان شاء الله ما ممكن نبقى نوضح فيه السيريز بتاعت الاوكتيف او الماتلاب. ممكن تلاحظ كده في الكلام ده ان في لغات برمجة اسهل من التانية. يعني مثلا سي بلس بلس لازم تكتب كل الكلام ده، السي شارب لازم تكتب كل الكلام ده، الجافا لازم تكتب كل الكلام ده، البايثون انت بتكتب سطر واحد بس وبيعمل نفس كل الكود بتاع سي بلس بلس او سي شارب او الجافا بيعمله. طب ليه في لغات برمجة مختلفة؟ ليه خلاص ما نستخدمش لغة سهلة زي البايثون مثلا، نقول انا هعيش حياتي كلها بالبايثون؟ وده ان شاء الله في فيديو تاني هنوضح ليه في لغات برمجة مختلفة وايه الاستخدامات بتاعتهم. بس بكل بساطة ممكن نقول ان هي it depends على الابليكيشن. وبكده نكون انتهينا من اول فيديو في السلسلة دي ان شاء الله، وهنكمل في الفيديو الجاي. شكراً.